أعزائي المشاهدين، عقب هالاستراحة اللي شفتوها نلتقي مع الضيف الثاني، وهو العم خليل إبراهيم عبد الله المزين في دكانه بسوق سلاح. أبو فهد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، يا هلا مرحبا. كيف صحتك؟ طول عمرك، عساك طيب. الله يسلمك. عم فهد، احنا الحين في سوق السلاح. اي نعم. واول سوق السلاح يعني له يعني صيت. اي من اول تدري صبيان، اول احنا نبدي بالصبيان اول. اي نبابيط وفخوخ وهذا حق الطيور، وبعدين تطوروا يوم دارت مصجمه. اي نعم، مصجمه وغيرها بعد. اي نعم. والكبار عندهم شوازن وما شوازن الى اخره. نعم. الحين نبي ابو فهد، بداية مهنتك في بيع السلاح. السلاح الصيد. نعم. سلاح الصيد طال عمرك انا ابتديت من 1954. نعم. اي نعم. وهذا في المحل هذا من سنة 1954 انا في المحل هذا. اي نعم. هذا من عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم. من عهد عبد الله السالم المغفور له، الله يرحمه. نعم. وقبلك من كان من تعرف من الناس القديمين؟ قبلنا يعني السوق طال عمرك كله مليان من هالسلاح. في طال عمرك عبد العزيز الراشد. نعم. في نايف الجليل. نعم. وفي عبد الله الشريده. نعم. وفي محمد الشريده. نعم. وفي محمد الدريس. نعم. وفي عبد الله بن جريد. نعم. وفيه عبد الرزاق بن شيدان. نعم. اي واجد، هذول كلهم ماكو احد منهم راحوا. الحين تبيعون بس سلاح الصيد اللي هو اسلحه الصيد والذخيره. والذخيره بس. اي نعم. الفشق يعني. الفشق ذخيرتها. اي نعم. سلاح الصيد شنو هي؟ سلاح الصيد يمكن خمسه انواع. نعم. منهم خمس، ومنهم طلقتين، ومنهم واحده، ومنها ربع، ومنها نص. شوازن. هاي كلها شوازن صيد. اي نعم. اي واكو مبطنين او سمنين. اي مبطنين. مبطنين. اي اي مبطنين. هذا يصير الواحد يثور يميع؟ لا ما يصير، لازم واحده ورا الثانيه. واحده ورا الثانيه ما يصير، ثنتين تنفجر. تنفجر. إيه. تنفجر الماسوره. اي نعم. الحاصل إيه. اول كلش كانوا يعني يسمحون ببيع شو اسمه الفنادق، الفرود، الفرد وال كان زمان. نعم. كان زمان هذا مسموح بيع المسدس وبيع البنادق الحربية. وهذا حربية مثل شنو؟ مثل ام 5، ام 11، ام 1، يعني من الأشياء هذه. اي نعم. نعم. هالحين لا، من زمان يعني من الستينيات امتنع هذا، ما في الا اسلحة الصيد بس. نعم. ابد ممنوع المسدس والبندقية الحربية اللي هي رصاص. نعم. هاي ممنوعة. اي ما في الا اسلحه صيد فقط بس. بس بهالسوق هذا بالموقع هذا. زين برا فوق يعني بالجهره لا 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 ما في الا الموقع هذا، سوق السلاح وسوق الباديه كلها. نعم. حق بيوت الشعر وحق المسام وحق الاشده وحق الخيام وحق هوادي البيوت. نعم. وكلش هذا مختص. ايه. وبالسياحه اللي يسمونها السياحه حق بيوت الشعر. ايه. هذا كل السوق هذا مختص. ايه. بالاشياء هذه. نعم. اي نعم. الحاصل بالنسبة للسلاح اللي تبيعونه أنتوا بس للصيد؟ للصيد، نستورده من الخارج. نعم. تراخيص من الداخلية. ايه. وبعدين قبل الداخلية. قبل الداخلية. قبل يعني هم يستورد من برا. لازم عن طريق الداخلية؟ لا قبل الأمن العام ولا؟ لا قبل من الأمن العام. ايه. ومن البنك، تروح البنك الاعتماد. واللي الأسلحة الداخلية مسؤولة عنه. انك تقيد بالنظام اللي هو يوجهونك عليه. إيه. البندقية ما تبيعها الا برخصة. إيه. الذخيرة لا، بدون رخصة قبل. إيه. الى السبعينيات الذخيرة بدون رخصة. نعم. يعني ذخيرة اللي يعطونا بندقية ويعطونا ترخيص. نعم. يعني يشتري ذخيرة بدون رخصة. إيه. اي هذه الطبيعة الاولى. اي يعني تبي هالحين. إيه. هالحين لا، حتى هالحين من بعد حوالي 4 سنين او. نعم. هذا قالوا حتى الذخيرة لازم ترخيص. إيه. حتى رجل مصرح مع تصريح بندقية يجي يبي دستين، يبي صندوق، ما نبي إلا بترخيص من الداخلية. نعم. هذا توه صاير. إيه. هذا شوي ما هم يعني بالحيل، لأن يعني الذخيرة. نعم.
تبع البندقية ما دام رجال مرخص له بندقية واثقين منه ومرخص ومعطى ترخيص أي. الزخيرة هذا يجب داشتة دستين قناص يعني مثل قبل قبل ما هو داشتة دستين الزخيرة ما لها صناديق هذه ما لها على ما قال ما لها لا يعني ما عليها ترخيص ما عليها ترخيص, ما عليها ترخيص. من زمان هذا يعني نعم أي. وبالأول يبيعون اسمه فرود فرد وش اسمه لا فرد هذا ممنوع لا في الوقت الحاضر ممنوع ممنوع وأول حتى أول ممنوع علشان شيء تهريب سوق السوداء هذا ما نعرف عنه أي. لكنه هو ممنوع سواء عاد إنه تهريب أو أحد تصرف فيه غير قانوني هذا يجب أنه هذا لأنه مو مصرح يباع الفرد وم 11 وم 5 وهذا هذا الحربية يعني أي الحربية هذه ممنوعة حتى من أصل من أول من يعني من الخمسينيات وفوق شوي أي. منعت أي ولا قبل كان إلا بترخيص من الأمن العام أي. إذا واحد ينوجد عنده بالسوق نعم لازم يأخذ موافقة أي. من الأمن العام قبل نعم في الدائرة اللي هنا كانت قبل فيها نعم. الخليفة عبد المبارك نعم. وعاد السالم نعم. يأخذوا منه ترخيص ويشتريها يطلع فيها يروح نعم. أي نعم. الحين عندكم أنتم بنادق الصيد اللي بس هي اللي هي الشوازن اللي هي الشوازن على جميع أنواعها شنو أنواعها أم خمس نعم ومطلقتين ايه؟ يسمونها بطنين أم بطنين أم واحدة نعم وربع ايه؟ ونص هذه اللي سايدة بالسوق نعم اي نعم هاي كلها بترخيص ونوع الفشق نوع الفشق مشكل ايه؟ في عيار 12 ايه؟ كبير اللي هو الأم خمس والمطلقتين ومطلقة ايه؟ في 410 اللي هو صغير ايه؟ في 9 ملي هو صغير للربع ايه؟ أشكال اه اي نعم يعني اي هو اللي يذبح الادمي الادمي ما له شغل عندنا عندنا الضب والحصني والارنب والجر والقطه بس والحباري بعد والحباري والقطه واجد والدحاريج والدرج اي واجد الصيد واجد نعم بس الحين تقاصر شوي القوبع لا القوبع هذا ما له مصشمه وما مصشمه وين مصشمه الحين أول الياهل ما منعوها والغلط ايه؟ منعتها والله الياهل اللي يابله أبوهم صجمة شهق بالفرحة ما فرح ويتعلم مدام صغير نعم. تعلم على الرمي نعم. تدريجيا التعلوم صحيح اي مدام صغير مصجمة ولا نعم. كبر تدريجيا على تعليم السلاح صحيح ومنعوها أما منعتها بعد مصجمة صح أنا من رأيي أنها غلط لأنها تعليم حوادث في كل مكان الحوادث نعم. مو بس من مصجمة أو من السلاح ايه؟ سيارات والمشاكل النباطة. والنباطة والكهرباء والدعم مشاكل حوادث لكن أول إذا ياكم الياهل ويابوه أي شلون يجرب مصجمه يجربونها بالشينكو فوق الشبرة اللي فوقنا قبل لا تطيح أي هذا طقها له وقال صبي صاح على أبو قال يبا هاي زين اشترها أي. خذها وانت تدخل أنت أبوك أي زمان الحاصل أم فهد بالنسبة للكميات اللي بغيت تجيبون كميات من الخارج من الخارج هذا طال عمرك أول بأول السنة يعني كل رأس سنة نعم الكل واحد يزاول هالمهنة نعم يطلب استمارة استيراد فيها نعم وبعدين يجيبها يمليها هالكثر 2000 صندوق 3000 صندوق ذخيرة ذخيرة نعم أي نعم 400 500 بندقية على جميع أنواعها نعم تروح للداخلية نعم وبعدين يوقعها الوزير نعم وبعدين عاد تفتح اعتماد عن طريق البنك ايه وطريق البنك لازم اللي جبت الاعتماد ايه يقول لك وين الترخيص ايه عندك نعم أخذ الترخيص منك ما تورد الكمية كلها تورد شيء يعني 500 صندوق 50 بندقية 100 بندقية نعم بس على الحد هذا يكتبها بظهر الاستمارة مات الترخيص نعم ايه رقم الاعتماد بالدولار هالكثر أو نعم. بالدينار نعم. ويختمها ورقم الاعتماد تصير فيه الرخصة مالتك ايه. تنحسب عليك نعم. وأنها كصفة رسمية نعم. عن طريق الداخلية وعن طريق الترخيص وعن طريق البنك, البنك. ايه. تحتفظ في الرخصة هذه اللي مسجل عليها ايه. عندما تجي البضاعة في الجمارك تودي الرخصة أنها نعم. رقم الرخصة رقم الاعتماد رسمي ايه. ايه. تشيل البضاعة من الجمارك توديها لقسم ترخيص الأسلحة بالداخلية والإدارة الجنائية يجوا ينكشفون على البضاعة نعم. ويسجلون تم استيراد الفلان هالكثر ذخيرة ايه. صيد صندوق صحيح. هالكثر بندقية نعم. اختموها عندهم في نعم. الملف نعم. في صورة من الرخصة نعم. حتى الحساب السنوي يقول فلان أنت وردت هالكثر نعم. وردت هالكثر ذخيرة ايه. اللي صرفته ايه.
فلازم تحضر التراخيص. نعم نعم. اللي ما صرفته نبي نشوف نعده. هذا من البنادق ومن الذخيرة. نعم. هذا بالتالي يا أبو فهد. لا والله هذا من زمان يعني من الخمسينات. من السبعينيات. من السبعينات. لا ولا قبل من هذا. لا. قبل بدون هذا. لا في سؤال وحرص ولا تبيعون وناس إيه؟ كلها متقيدة. نعم. ناس تبي ما تبي. نعم. كرامتها فوق التصرفات اللي ما منها فائدة. نعم. الحين من من إيه؟ منهم يعني اللي يزاولوا المهنة هالحين. إيه؟ لا. تبي لحين أولي منهم هل يزاولون طال عمرك في دكان في الفحيحيل إيه؟ وفي دكانين بالفروانية. نعم. وفي دكانين بالجهرة إيه؟ وهنا بالسوق حنا قبل 11 دكان ما في إلا ثلاثة هالحين إيه؟ إيه؟ ثلاثة الباقي هذا ربعنا كله مهدمة إيه؟ بن جليل وبن جاسر ومحل حج مزين وبن شيحة. نعم. هذا كله تركوا عقب ما هدمت المحلاتهم إيه؟ وسلامتك. لا أبي اللي كنت بسألك يا مساع منهم زباينكم؟ زبايننا جميع أفراد الشعب إيه؟ من بادية ومن حضر. نعم. اللي هم مولعين في القنص. عرضات كانوا يأخذون من سوق سلاح؟ لا هالعرضات سلاح حربي وسيوف ما لها علاقة عندنا. زين والمقاميع من يأخذوا البارود؟ المقاميع قبل البارود يبيعون يبيع مشيلح. إيه؟ وفي واحد والله نسيت اسمه بالسيارة في القديمة اللي هالحين عند وجه سوق الغربة اللي مناك. نعم. في سيارة يحطونه في بطول بارود وسجم. ايه. ويبيعونه شو كثر تبي هالكثر يصب لك من البطل في كيسة. ايه. وسجم يعطيك وعند القمع اللي يحطونه في ايه؟ مال مقمع. ايه ايه ايه. بس هو يعبي يعني المشتري. هو عاد راعيها المشتري. ايه. عارف. ايه يعبيها يحط ايه؟ بارود يحط فوقها. نعم. خرزة يدتشها يحط السجم بعد يحط خرزة يدتشها ترمي مثل الشوزة. إيه إيه إيه. حمام واجد يصيدون وقت الحمام يصيدون فيها واجد. نعم. إيه. نعم. لكن جت الشوازن وهذه. نعم. جاهز في شق وأحسن و... نعم. وأسرع وأنظف وهذا. نعم. إيه. إذا خربت التفق أو خرب الشوزن من يصلح فيها؟ يصلحون هني مصلحين يحول خمسة منهم برشيدان. نعم. وبن شريدة. نعم. وبجريد. نعم. وبن شريدة الثاني. نعم. هذول كلهم مصلحين برشيدان يصلح حق الشيوخ خاصة ايه. ويصلح حق المراجع المواطنين وهذا ايه. عبد الرزاق برشيدان الله يرحمه الله يرحمه. نعم. اي نعم. زين واللي في واحد اللي هو بن عربيد كان يسوي بارود بالكويت ما اعرف ما عندي معلومات عنه هذا ما اعرف عنه. هو يقول ان ابوه هذا فهد حمد العربيد يقول ان ابوه كان يسوي بارود خصوصي من 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 شجر العشر هذا اللي العشر اي العشر اي اللي يعرض في حيل وهذا يسوي حق الشيوخ والزرقة والملح وهذا اي هذا يسوونه زرقة ها زرقة ولا شبريت يسمونها زرقة وشبريت شبريت هذه اي هذا شيء انا ما لحقت عليه انا هذا الشيء هاي قديمه واجد ما لحقت عليه يقول شيء يبيعونه حق طوب الطوب طوب رمضان اي واللي يسوونه من الكرب حق اهل السوق اهل السوق شد ابو جريد يسمونه والله هن يعني من الدرجه السابعه شد ابو جريد ابو جريد شد ابو جريد ما تروح في شيء بعيد قريب اي الحاصل نبي الحين مفهد احدث سلاح وصلكم الحين في الوقت الحاضر من الشوازن احدث يعني سلاح هي البندقيه ام خمس هي حديثه نعم ورميها سريع نعم ويعني للصيد اللي معه ام خمس بالصيد هذا يقضي شغل اذا هو رماي نعم عباره عن ثلاثه رمايه او اربعه رمايه بس عاد وين الصيد ما لا نقول لك ايه؟ ان احنا عاصرنا عصر واجد الصيد صحيح تروح جبله من الجهره بالاطراف ولا بالحماطيات هنا ايه؟ تلقى حباري تلقى قطع نعم تلقى نعم كل شيء نعم. إن هالحين ماكو نشوف عم فهد هم خمس هذه اي هذه ام خمس بليه كم قيمه هذه نبيعها ب 330 دينار 330 اي نعم وياها اربع دشتات في شق 100 طلقه اي وياها جفير هذه هذا في شق اي نعم نشوف بسم الله هذا في شق هذا في شق هذا بولندي فام بغزال ايه؟ هذا في شقها السلاح اللي يجيكم من اي البلادين والله هاي ام خمس تجي من امريكا تجميع اليابان من امريكا تجميع اليابان في ديلر بامريكا نعم. يصدر كلنا عملوا وياه قبل لا من بلجيكا راسا من السبعينيات من بلجيكا تجي ام واحده من امريكا وانشستر سفج هاي كلها من امريكا ورمينغتون هاي من امريكا بس ام خمس البلجيكي ديانا هذه مصاشمه من المانيا من المانيا لا 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 من المانيا بريطانيا وبلي
وبيش اي هم مصجمة وبيش اي هم بندقية ذات طلقتين غالية اغلى منهم خمس. نعم. والخراجة الخراجة هاي من كل مكان تجي واكثر ما تجي من المانيا. اي نعم. الحين بس الخراجة ممنوعة ما تجي. ما تجي. ما ما تجي. نعم. الحاصل هذا ايش يسمونه جراب ولا غمد ولا شيء؟ لا هذا جراب. هذا جراب للبندقية هذا ترمي هو فيها. شلون؟ يغطي الخشب هذا ويغطي هذا مثل في مطر في بر. نعم. في شيء. نعم. مثل لطمة باب أو لطمة شيء يعدي. نعم. يعدي على الخشب. تجي كذي. أي نعم تجي ترميه فيها. أي هذا حاطين العجب فيها والباقي ما ركبناه. إلا شيء بغاه المشتري يركبها لأن جاهزها يروح فيها. اسمه عجب ها؟ العجبي أو أخمس. أو أخمس. أخمس أي. أي نعم الاسمين. نعم. أي نعم. الحين سوقكم متى يعني يتحرك أول؟ والله يا ابو طلال سوقنا يتحرك وقت الربيع. الربيع مثل هالايام يبدي طلعات الناس للمقناص ولكثره الطيور. نعم. تدري القيض ما فيها طيور. نعم. الصيف. نعم. ما فيها طيور. نعم. هذا يقف مثل البيع مثل ما تقول الخام الشتوي. أي. ما حد يشتري. نعم. خام الشتوي ما حد يشتري. صح. هالحين صار سوقه وقت الشتاء. عدل. هذه شغلتنا مثل الخام الشتوي. أي. على الموسم. على الموسم. أي. على موسم الربيع. نعم. ووقت الأمطار ووقت طلعات الناس. نعم. أي هذا هو. أي نعم. الشوزن. أي. يذبح الأدمي لا لا ما يذبح أنا قلت لك ما يذبح الأدمي الشوزن. ها. والله. ما يهزمه. إيش هذا؟ شو الأدمي الله مشكي ما فيه أقول يذبح الشوزن لا. ها؟ لا ما هذا ما حطت للطيور. ايه للطيور وللارنب وللحبارة وللحصني وللشلب المغلوث وللذيب. وللذيب. ايه رجال بدو ياخذونها لهذا حمام اللي عنده شوزن الفريج اللي عنده شوزن شوزنية. إيه؟ ما يخاف لا من الذيب ولا من صحيح. بالليل شيء مشبوه ولا شيء لو يرمي فوق بس صحيح. ايه ولا الذبح ان شاء الله يولي عنا وعنك وعن الناس. صحيح. والذيب حتى شعطة الشبريت تخوفه. تخوفه والرمية لو ما حاشته ما يقرب الأرض هذه كلها مقربين احنا. إيه إيه إيه. يهرب من الرمية. إيه. هي الذيب أقشر. نعم. حذر. نعم. مثل الرجال الجيد. مثل الرجال الجيد. إيه. إيه. الحاصل عم فهد نشكرك على اللقاء هذا. حاضرين. ونتمنى لك إن شاء الله طولة العمر. الله يسلمك. وشكرا. أعزائي المشاهدين الله يحييك تسلم بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين حلقتنا مالت اليوم انتهت او خلصت او قضت ان شاء الله في الاسبوع الجاي مع ضيف وحلقة جديدة وموضوع غير في امان الله.